السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم 16/8/2014 في دوار ولاد عمر ولاية جيجل الجزائر. هذا منزل أجدادي رحمهم الله ومنزل عمي أحمد رحمه الله، يعاني من الإهمال الشديد للأسف الشديد. أحاول ترميمه بما أستطيع، ربما أقيم فيه في العطلة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.